طيب نروح بقى مع حضراتكم لبيان مهم جدا اصدره النادي الاهلي بيؤكد فيه على صحه الموقف القانوني للعمري فاروق الفائز بمنصب نائب رئيس النادي بالتزكيه. جه نص البيان كالتالي: ردا على البيانات المنسوبه لكل من مديريه الشباب والرياضه بالقاهره واللجنه الاولمبيه والتي لم يتم نشرهما على الحسابات الرسميه للجهتين لاسباب غير معروفه وتم الاشاره فيها الى تعليق اعتماد فوز العمري فاروق نائب رئيس النادي بالتزكيه بدعوى وجوب عرض امره على الجمعيه العموميه القادمه استنادا الى نص الماده 43 من لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي. اولا تنص الماده 43 على تنص الماده 43 من لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي على انه يفوز المترشح الحاصل على اعلى الاصوات، فاذا تساوى اثنان او اكثر في عدد الاصوات اجريت قرعه بمعرفه رئيس اللجنه القضائيه المشرفه لتحديد المترشح الفائز، وإذا كان عدد المترشحين مساويا للعدد المطلوب انتخابه على وفق مقاعد مجلس الإدارة أو كان عدد المترشحين أقل من العدد المطلوب انتخابه تعرض أسمائهم على الجمعية العمومية لاعتماد فوزهم بالتزكية بشرط الحصول على موافقة 25% على الأقل من عدد الحاضرين. وفي حال عدم اعتماد الجمعية العمومية فوز المترشحين بالتزكية تطبق أحكام المادة 41 فقرة 2، وإذا كان عدد المترشحين المعلن فوزهم بالتزكية لا يكفي لصحة اجتماعات مجلس الإدارة تؤلف لجنة مؤقتة ممن فازوا بالتزكية والمدير التنفيذي والمدير المالي أو من يقوم بعملهما وتتولى شؤون النادي والدعوة لانتخابات تكميلية لمجلس الإدارة في أول اجتماع جمعية عمومية عادية. وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة والمادة 41 يتم إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية إلى اللجنة الأولمبية المصرية لاعتماد النتائج النهائية. ثانيا، بالنظر إلى المادة 43 من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي التي تستند إليها كل من الجهة الإدارية واللجنة الأولمبية لتعليق فوز السيد العمري فاروق بمنصب نائب الرئيس بالتزكية، يتبين أن هذه المادة جاءت متطابقة في صياغتها مع ما تنص عليه لائحة النظام الاسترشادي للأندية الرياضية الصادرة عن اللجنة الأولمبية المصرية وكذلك للعديد من لوائح النظام الأساسي للأندية الرياضية والتي منها على سبيل المثال لا الحصر لائحة نادي الزهور الرياضي ولائحة نادي هليوبلس ولائحة نادي سموحة بالإسكندرية وغيرهم من الأندية الأخرى والتي تم الأخذ بما جاء بتلك اللوائح وإعلان فوز المترشحين بالتزكية بهذه النوادي وفقا لهذه المادة في ذات الجمعية التي تم عرض التزكية فيها. وقامت اللجنة الأولمبية والجهة الإدارية باعتماد النتائج في هذه الأندية بالتزكية دون طلب عرض المرشحين على الجمعية العمومية مرة أخرى. ثالثا، النادي الأهلي اعتصم بصحيح حكم القانون بداية من فتح باب الترشح والذي بغلقه تبين أن منصب نائب الرئيس لم يتقدم له سوى مرشح وحيد هو السيد العمري فاروق وهو ما أعلن معه فوزه بالتزكية، ثم تم عرض أمره على الجمعية العمومية التي انعقدت أمس من خلال استمارة التصويت التي وافقت عليها الجهة الإدارية كتابة لاعتماد هذا الفوز بالتزكية وفق ما تنص عليه نصوص اللائحة السالف بيانها، كما أن استمارة التوصية المشار إليها مدون بها كتابة أو كتابة عند منصب النائب لاعتماد فوزه بالتزكية. وبالفعل حصل السيد العمري فاروق على تأييد أعضاء الجمعية العمومية لفوزه بالتزكية وذلك بحصوله على عدد أصوات 19472 صوت وهو ما يقارب من 94% من عدد أصوات الحضور. خلينا بقى نروح نتابع يعني هنا لحظة بلحظة زي ما بيتقال النتيجة صوت وكمان صورة والناس كانت فرحانة قد إيه واللحظة دي اللي كل الناس كانت مستنياها ونرجع نكمل مع حضراتكم. وبعد إتمام أعمال الفرز انتهت اللجنة على النادي. أولاً منصب الرئيس الأصوات الصحيحة 22127 صوت، الأصوات الباطلة 454 صوت. حصل خالد سليمان أبو العلا عيد على 2820 صوت، وحصل محمود إبراهيم إبراهيم الخطيب على 19307 صوت. منصب نائب الرئيس العمري فاروق محمد عبد الحميد العمري حصل على 19472 صوت.
أمين الصندوق. الأصوات الصحيحة 21,992 صوت، والباطلة 589. خالد عبد المحسن كامل مرتجي حصل على 14,210 صوت. خالد محمد علي الدرندلي حصل على 7,782 صوت. العضوية مجلس الإدارة فوق السن 35. الأصوات الصحيحة 20,667 صوت، والباطلة 1,914. أحمد نبيل عبد الحميد حصل على 4,656. حسام السيد المتولي غالي حصل على 19,200. طارق نكمل يا جماعة، نكمل بس. طارق حسن عبد الحميد حسن أنديل حصل على 18,253. محمد أحمد جمال ماضي أبو العزايم حصل على 5,960 صوت. محمد زكريا عبيد سراج الدين حصل على 18,301 صوت. محمد شوقي السيد إسماعيل حصل على 17,804. محمد عمر محمد الضماطي حصل على 19,254 صوت. محمد محمود عبد العظيم الغزاوي حصل على 18,087 صوت. منار سعيد محمد التركي 5,311 صوت. مهند مجدي محمد عبد العزيز محمد حصل على 17,420 صوت. نكمل بعد ذوق. عضوية مجلس الإدارة للشباب تحت سن 35. الأصوات الصحيحة 21,410، الباطلة 11,171. عبد الله ضياء الدين محمد حصل على 2,060 صوت. عمر محمد ربيع ياسين حصل على 9,698 صوت. محمد جمال عبد القادر عبد البصير عبد القادر حصل على 15,100 صوت. أكمل يا جماعة بعد إذنكم، الهدوء علشان أكمل بعد إذنكم. محمد رافت كامل مصطفى الهنداوي حصل على 1,679 صوت. مي عاطف عبد الفتاح حسن مصطفى حصلت على 14,000. وبناء عليه، أولاً فاز بمنصب نائب الرئيس السيد محمود إبراهيم الخطيب. منصب الرئيس السيد محمود إبراهيم الخطيب. ماشي. يبقى أولاً إعلان فوز السادة الآتي أسمائهم. منصب الرئيس محمود إبراهيم الخطيب. منصب أمين الصندوق السيد خالد عبد المحسن كامل مرتجي. منصب عضوية مجلس الإدارة فوق السن 35. لا
لو سمحتوا يا جماعه، انا عارف بقول ايه، اصبروا عليا. نائب الرئيس ليه حكم يعلنوا في الاخر عشان ليه حكم تاني. منصب امين الصندوق السيد خالد عبد المحسن كامل مرتجي، منصب عضوية مجلس الإدارة فوق سن 35 محمد عمر محمد الضماطي، حسام السيد المتولي غالي، محمد زكريا عبيد سراج الدين، طارق حسن عبد الحميد حسن منديل، محمد محمود عبد العظيم الغزاوي، محمد شوقي السيد إسماعيل، مهند مجدي محمد عبد العزيز محمد، عضويه مجلس الاداره تحت السن محمد جمال عبد القادر عبد البصير عبد القادر، مي عاطف عبد الفتاح حسن مصطفى، بالنسبه لمنصب نائب الرئيس عرض امر المرشح على منصب نائب رئيس مجلس الاداره على الجمعيه العموميه وفقا لنص الماده 43 من لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي، لانه حصل على اكثر من 25%. شكرا جزيلا.